بيه خلينا ناخده كده من عندك على بن جردين قبل ما نختم قفزة المقابلة هذه سريفة. والله اتفرجت شوية البارح في الماتش بتاع بن جردين وصفاقس. نادي صفاقس اللي ما يحبوا ايش صفاقس في صفاقس كيفاه؟ في صفاقس ما يحبوش يكون يقول لهم صفاقس، يحبوا النادي صفاقس. ما تقوليش علاش، خاطرني انا بدي ما نعرفش، لكن يحبوا يكون يقول لهم النادي صفاقس يبقى الا سي اس اس. اخويا نادي صفاقس ربي يرضيهم علينا خي. كلمة صفاقس أنا نعرفها، صفاقس زي كيف تاع صفاقس فيها برشا جمعيات سيدي. يمكن على هذا يوم يقول وما ما يعرفش علاش. وتزيد تعطيهم أقدار نقول نادي الرياضي صفاقس. وأنا أقولها بالسوري سي اس اس. نعطيك سكوب. راني صفاقسي. هذه مفاجأة. أنا مرة أخرى قلت لي من الباشا وأنت البارحين قلت لي من القروان. يا أخي كل جمعية مليح والله بالناس والله يا بنت والله. يزي من الله. ما فهمتكش كل مرة هكا وجمعيتي الكلوب ولعبت في الرياض كنت في قروان ولد انا اصلي ولد بوزيد اما من 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 البعيد من البعيد بنزرت مروان تقول له واجز كل جمعة في جاويلات يا سيدي ضو نفس الدوش مش قلت لك بالله يا شعر شنو اليوم في سميق ستايف يفرحوا بيك ويكرموك هذه مصيبة مصيبة والله مصيبة. طيب فاضي كمل سيدي ذا خليك سيدي ذا في الأوف محليه والله خليك كمل خليك كي يدخل الأهلية محليه على الأخ البرية مانيش محدا مانيش محدا يا بيه هنا خارجين شو مازال نص ساعة أصبر نص ساعة أخرى برك بيه بن قردين أنا شو نقول كده الأوبجيكتيف متاع الجمعية هذه ماذا بينا نتمنى بن قردين كما كانت مستير خمس سنين وست سنين وسبع سنين تالي كانت تلعب على المنتية توا مستير ولات ايكيب تلعب على البطولات نتمناو بن قردان ونبي الباجي والمتلاوي والكل نتمناهم يوليو كيما مثلا كيما اتحاد المنستيري به انا لو جيت انا مسؤول في بن قردان الاوبجيكتيف نتاعي شنو هو لو مانتيا يفو دير لا فيريتي والا نخلطش على الاقل منهم مره لعبت في الكاف في المشاركه الافريقيه هذي كتجيك مرة في العام علاش؟ لأنه الانتاج ما فماش في بن قردان ديما بن قردان تعتمد على لي ريكروتمون كل عام تبدل أربعة خمسة ملاعبية هنا الاستقرار مفقود أولا ثانيا إذا الهدف متاع بن قردان لو مانتيان أنا من توا نقولها لك وهنا إن شاء الله نعيشوا حتى لآخر سيزون بن قردان راهي الفايتر مانتوني في الديفيزيون ناسيونال على الشيء اللي قدموا فيه صحيح البارح قدموا ماتش باي صحيح لكن علاش ما نوليش نحاول باش نزيد نتطور علاش انا نخزر لحد المركز السابع والثامن علاش ما نلوش على المركز الخامس على المركز السادس ونمشي لقدام ونخدم للمستقبل هذه هي مشكلة بعض النوادي ممكن الامكانيات نعطيهم الحق لكن ما فماش تكوين الباز متاعك عائلتك يلزمك الناس هذوما يلزمهم يخدموا على مستقبل الجمعيه بالتكوين اللعبيه الا ما تمشي تقعد تشري يشوف عندها سنين نشحت فيها هي بن قردين عندها سنين في الرابطه المحترفه الاولى ميليجا ناكي انا كنت مقرر انا حبيت نقوله وانا اذا ما تبش نقعد انا نعيش في المانتيا مانتيا 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 عليه علاش ما تكبرش علاش ما نزيدش نمشي لقدام فما جمعيات هاو نحكي لك فما جمعيات وشكون تاني حكيتك مثالا معناتها اليوم بين سمحت المنصيري اتحاد المنصيري بين سان شامبيوناس انا قلت لك شكون لك هامش حكيتك انا كنت مقر اسلام الفريق هذا الحقيقه بعد خروج وجيه الجري وديع الجري اليوم قاعدين يوليو في العصافه العجله في بن قردين انا نقولها لك فما جواريت حبه تكونهم فما مسؤول يا خويا انت قاعدين يخدموا بن قردين ايش كلمك اليوم ايمن الشندور قاعد يعمل في ايفور بي والمدرب زاد كيف فخر الدين قلبي وكل ما يحطوا ملاعب يا اسلام باش يجيبوه يلويو لهم في العصافه العجله جابوا برشا ملاعب لا جابوا بصحيح فما بقلاع هذا الكل قاعد يخدم فيه ايمن الشندور لكلمه برافو الايمن شندول خاطر اليوم في بن قردان يا اسلام انا كنت غادي وعديت ثلاث ايام قاعدين يحبوا يعملوا المستحيل يحبوا يطيحوا بن قردان يعني نعطيك انا حتى مسؤولين قدام نتاع بن قردان تحكي علي سميتهم وديع جاي في الحبس هو خوه مثلا بار اكزومبل مثلا ولا شكون اللي كانوا خوه ما عادش فعل في الكره التونسيه كيفاش يحب يطيح فما عباد اللي كانت تخدموا عاملين في الهيئه اللي تابعين هما اليوم باش يظهروا هما بالكاشف اللي كانوا هما هازين بن قردان اليوم قاعدين يرويو في العصا بن قردان يعني نقول لك كانوا من المقربين زاد
قاعد أيمن الشندول برافو قاعد يقوم مسؤولية كبيرة. فما ملعبية حاب يجيبهم كما نقولوا في نيفو مخير معناتها من احترامات الملعبية ذوما ورفضوا خاطر شكون قاعد كما نقولوا يكلم فيهم مش متمشيش بنقردان ميمنع زادة كيف كيف. أنا حاب نقول زادة كلمة خير في المدرب فخر الدين قلبي اليوم راهو ماهوش روبير النادي الإفريقي والنادي الرياضي السفيقسي. رينا الماتش الأولاني قام مباراة كبيرة بالرغم كما نقولوا خسرت بالريزيرف ما تتحسبش على المدرب. ملعبية اليوم مشيت معناتها مشي باركونتر بنقردان راهي ما عملتش ستاج عملت ستاج روتار على الملعبية الاخرين ما عنديش برشا ريتم في ساقيها مي ما يمنعش اليوم على حسب الكاليتي الموجوده الملعبية الموجوده بنقردان ممكن بنقردان باش تكون في المانتيا وان شاء الله ربي معهم. فقط كم معك على بنقردان؟ انا مش نعقب على حاجتين. بنقردان عندها فريق ممتاز نتاع مانتيا فريق معناتها قاعد يوري معناتها في وجه طيب. نرجع مع سيري ذا الى متى هما معناتها باش ياخذوا كل عام تجيب في 18 ولا 20 جوار دونك اوبليجي عليك لازمك التكوين لازمك انك انت تعمل على الصغار نتاعك. هذا هو اللي يحكي فيه سيري ذا وهذا حتى هما لكن السيد حطمنا تو كل واحد ورايه كل واحد ورايه هذيك عادي عادي حطلع صافي العجله انا الامور هذه انا ما نعرفهاش لا لا انا انت تعرف فما بيت قاعده تسعى باش تطيح بين قردين سنه هاني نعطيك عندها امبون ايكيب بنقردان صحيح الحقيقه عندها امبون ايكيب تتصور المانتيا معناتها تنجم اليوم قاعد يعمل في فور المدرب البارح كي نشوفه فما ملعبيه 2005 2006 يلعب فيهم في اللاكس اول مباراه ناقصه برشا ملعبيه بنقردان وقام قام معناتها فما نقطه اخرى بنقردان عملوا ظلمت برشا في التحكيم صحيح فما مباريات ومشينا اسماني ومشينا في اتجاه كونه حتى المشرف العام يحب زعما ينتقم وكذا الحقيقه معناها يولي هو مش صحيح تي لا مش صحيح لهنا حتى كي تصير غلطه ماك تعرف الجمعيات بلاسيبلي راك تصير عليهم غلطه يتبعوا فيه ويعملوا فيه وكذا والعداوه اللي كانت موجوده بين المشرف العام والدي الجيري كذا الحقيقه توا بنقردان باش كيما حكيتوا انتوما فنيه باش تلقى المانتيام نتاعها راه 80% لازم تكون